هناك شيء ما يجعلني أعطس. أنا أتساءل، ترى لماذا يعطس الناس؟ أجل، لقد حان الوقت للعثور على أقرب أنف لنعلم ما الذي يحدث هناك. سأحتاج إلى معزز الصاروخ وذراع الكماشة وأقدام العنكبوت. معزز الصاروخ، ذراع الكماشة، أقدام العنكبوت. والآن تفعيل محطة بليبي. هيا نتقلص الآن. صارت مركبة بليبي مستعدة للمغامرة. حان الوقت لدخول الأنف. يبدو جوف الأنف مثل الكهف. مرحبا. مرحبا. مرحبا، هذا أنا بليبي. من أنت؟ أنا اسمي ظريفة وأنا من غبار الطلة. قد أبدو لك صغيرة الحجم ولكن فعلي كبير. أتسببين العطاس؟ نعم أصبت، فإنني عندما أكون حول بعض الناس أزعجهم، وأحب كثيرا أن أزعج أنوفهم أيضا. هيا ارقصان. لا تقلق، فإنه أنف عادي ولن يؤذيك. جرب، فهذا ممتع. وهذا ما سيجعل أحدا ما يعطس؟ هذه البداية فقط، ولما كان استنشاق الهواء قادما يكن هذا سيئاً. يبدو هذا المكان كأننا داخل الأدغال. كل الذي حولك شعر، إنه هنا ليبقي حبات الطلع مثلي وكذلك أشياء أخرى كالغبار خارج الأنف. لن أتوقف عن هذا. يسعدني أن أكون مزعجة. وهل هذا يسبب العطاس؟ أنا أرجو هذا. العطاس قادم؟ أجل هو كذلك. لا 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 لا. ها؟ لا! المخاط! لقد نجحنا. نعم، وقد حصلت أيضا على إجابة عن سؤالي. لماذا يعطس الناس؟ يعطسون حين تدخل أشياء صغيرة كحبات الطلع وغيرها إلى أنوفهم وتزعجها. احفظي الإجابة يا ديبو. والآن وداعا، أراك بخير يا ديبي. إلى اللقاء يا ظريف.